لمتصدى منا زرت بمحلو لأنه قائد قلبي بجلو فلما وصلت قصره قام هلي وكل القصر نور باللي حلو قلت له القصر منور بهلي فيه بيسكنوا عاشوا بظل فقاموا جاب قهوة بدون دلي قلت له شو جرى وين راح دلو صفن واصفر وجهه حكى وقلي زمان العز اهله معاه ولوا اليوم بهالزمن ما ضل سلي تكرم للضيوف ان كان طلوا واليوم بهالزمن ما ضل خلي الخليل اليوم خان بعهد خلو واليوم بهالزمن بتشوف شلي شباب مشمره والازرار حلو وصبايا شلحة المنديل يلي سطرهن والشعر عالظهر دلوا واليوم بهالزمن صرنا نصلي مش لله كل واحد لمله كأنه المال بيوطي وبيعلي لأجل المال كل الناس صلوا واليوم السبع من سنجاب فلي والنمر للبس يا سيدي بكله واليوم السبع من سنجاب فلي والنمر للبس يا سيدي بكله وعلينا بالعرب بشيخ يلي ابن سعود يا الأسود سجلوا اي بعد هذا الحكي عاود سألني بتعرف ليش هيك العرب ضلوا قلت له بعرفش قلي لانه الاوادم ماتوا والعرصات ضلوا الله يا قلب الحزين اشفيك آهات وأنين الله يا قلب الحزين اشفيك آهات وأنين لا وطننا أرض أبونا عيني شادد هالحنين من أرضنا طلعونا وسجلونا لاجئين من أرضنا شردونا وصرنا شعب مشردين من أقصانا أحرمونا وأنكرونا مسلمين بكلعوا شجر الزيتونة وبزرعوا المستوطنين بدون تهمة بسجنونا وبنكروا حق السجين بدم بارد بطخونا والعروبة مخنسين كل هذا وبتهمونا إن إحنا المعتدين قولوا للي قسمونا رجعونا موحدين برحمة الله ارحمونا خلتونا مبهدلين رجعونا شعب لونا وغزة تتعانق جنين رجعونا بعلم لونه وغزة تتعانق جنين
برحمة اللي علمونا وخرجونا ثائرين، برحمة الياسر واخونا الشهيد احمد ياسين. اي الاعادي بعرفونا ان شعب الجبارين، او الخلايق يهابونا اهتفوا بهالكلمة معنا، نموت تحيا فلسطين، نموت تحيا فلسطين.